تستأنف ترانزافيا فرنسا ابتداء من 26 من غشت الجاري رحلاتها من وإلى المغرب، وبذلك ستربط الشركة 5 مطارات مغربية بمطار أورلي. هذه الرحلات الخاصة ستمكن المواطنين المغاربة الموجودين حاليا في أوروبا من العودة إلى بلدهم الأم، وعلى العكس من ذلك سيتمكن المغاربة الذين يتوفرون على إقامة في أوروبا أيضا من العودة.